فضيلة الشيخ عطية صقر، ما الذي يسن للمسلم أن يفعله حين ولادة الطفل؟ قال العلماء: من السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقام في الأذن اليسرى ليكون ذلك أول ما يطرق سمعه وهو اسم الله. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. وروى ابن السني عن الحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي القرينة. والله أعلم.